هو يظهر في الصورة التسرب الحاصل في خزان الوقود الثقيلة، هذا التسرب يبان 10 مليون لتر، هذا سعة الخزان، هذا 10 مليون لتر، مربع خزانات، هذا التسرب صاير من الخزان. هذا أعطيني رحلة الوقود، هو من المستودع هو للبحار. هي واضحة حتى اللوحة تولي نجيبها مدخولة. ايه لأنه هو شوف الزيت، انت بمجرد ما الموجة تجي هي واضحة. هي رد بالك، واحدة واحدة عليك. حاصل مواد بتروكيماوية. ايه هيا شوف بالله عليك، هيا مش المية. ها صنط النفط من هنا. Thank you.